أن هناك مجهودات جبارة متنوعة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير ومواجهة هذه المافيا الإجرامية. كاين مبادرات تشريعية وقانونية ومبادرات تنظيمية، وهناك أيضا ما يتعلق برقمنة هذا الورش. اليوم أشرفنا على توقيع اتفاقية للتبادل الإلكتروني اللامادي بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والهيئة الوطنية للموثقين لتمكينهما من التبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات القانونية من أجل أداء واجب التحفيظ أيضا بطريقة إلكترونية. وهذه المحطة هي تنضم إلى محطات أخرى أقدمت عليها الوكالة الوطنية للمحافظة الإلكترونية لتمكين المغاربة والمواطنات والمواطنين وخاصة مغاربة العالم من استعمال ما تتيحه الرقمنة من إمكانيات إلكترونية ومن اتصالات لا مادية لإنجاز كل خدماتهم وللحصول على الوثائق التي يحتاجونها من المحافظة. بكل تأكيد الرقمنة تدخل الشفافية، تحارب الفساد وتبسط المساطر وتعفي المرتفقين من الانتقال إلى المكاتب ومراكز المحافظات.